ستارت اي 0 بوينت كام؟ 5 ستارت. اي 0 بوينت 5 هو الستارت ينفع يكون مقفول؟ ده انت لو وافقت عليه معناه ان هو عمل لوحده، اشتغل لوحده صح؟ فانا بقول له لا معلش، الستارت اعتبره ان العكس اللي بره، يعني كانه ايه؟ طب ما هو الطبيعي ان يكون مفتوح بس كده، ده اللي انا عايزه. لحظه بس، استنى تاني. الستارت اي 0 بوينت 5 مقفول، ما ينفعش يكون مقفول. دي معناها لو جيت ارسمه في الكنترول معاني البرنامج شغال لوحده صح؟ فده ككنترول ما ينفعش. فانا قلت له اعمل ايه؟ اعكسه، يبقى كانه بقى اوبن. ولما هو يفتحه بره جوه يعمل ايه؟ يشغل صح؟ هو العامل مش فاهم انه بيدوس يفتح، ولا كان متخيل يدوس يفتح، كان هيخاف يدوس. اوكي، هو داس قطع شرح البي ال سي، عمل ايه من نفسه؟ راح هو بعت الاشاره. في لاتش هنا مفتاح الايقاف اي 0.7 نعكسه ولا نسيبه زي ما هو؟ ينفع يكون اوبن؟ عمره ما هيشتغل. فقلت له ايه؟ اعتبره كانه مقفول انت عشان تعرف تشغل. تمام؟ اللي هي ما تفرقش، هو مش الايقاف توالي زي في الكنترول، حطيته هنا حطيته هنا حطيته هنا كده كده بيعمل ايه؟ المهم ان هو يقطع الاشاره صح؟ انت كان على الكنترول ولا البي ال سي ولا عامه في الاثنين؟ اسهل دي حاجه لحضرتك، لكن صح وغلط نتناقش فيها. يعني اسهل دي مش هلومك انت، اسهل زيك كده، لكن صح وغلط لا، هي مش الكنترول. الفكره كلها انك تقطع الاشاره فيفصل، تقطع الاشاره من هنا من هنا من هنا او من هنا، كله صح. ده ايه؟ ماشي ماشي. تمام. طيب. انا برضه مش فاهم، هل هي مثلا اذواق ولا هي صح وغلط؟ لا، ولا كنترول ولا بي ال سي تفرق. هي يعني ممكن انا اتعود في الكنترول، طول عمري كنت بحط الاستوب فوق، اتعودت في البي ال سي احط الاستوب في النص. بس خليك عارف ان في الكنترول فوق في النص تحت مش فارقه، هنا في الاول او في النص مش فارقه. مقتنع بالكلام دوت؟ بس ممكن انا على فكره الاذواق دي تفرق. انا في البرمجه انا بحس بتعب نفسيا لما الاقي الاستوب في الاول، انا كده. بس دي حاجه بتاعتك انت حر، مش 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 قواعد يعني. اللادر، اللادر دي مش علاقه كبيره يعني. لا اللادر كبيره جدا. حطيت ده هنا، خليت ده اوبن هنا، يبقى ده غلط بقى. يبقى ترجع للتمرين القديم بقى اللي قبله صح؟ متعكسش تاني. هي هي بنفس رقمه طبعا. الرسمة الأولانية كان ده اللي اوبن وده اللي كلوز، يعني كان الستارت اوبن عز الطلب موافق عليه، كان الستوب كلوز عز الطلب موافق عليه، فخدناهم زي ما هم. قلت له هاتهم زي ما هم بره. هنا لقينا الستارت مقفول، قلت له لا ما توافقش، ما تعملش زي اللي بره. لقينا الستوب مفتوح، قلت له لا اعكس اللي بره مش زي اللي بره. من الاخر هقول لك المختصر المفيد، لو اللي موجود بره زي ما اتعلمناه في الكنترول يبقى انا موافق عليه، لو اللي موجود بره عكس اللي احنا فهمناه في الكنترول يبقى انا مش موافق عليه. يعني لو الستارت اوبن، ما احنا طول عمرنا بنعمل الستارت اوبن، يبقى انا جوه هقول له ايه؟ موافق. لو الستوب كلوز، طبيعي ان الستوب يكون كلوز فانا موافق. لكن اجي اقول لك ان الستارت هو اللي كلوز تقول لي لا ما ينفعش. الستوب هو اللي اوبن، لا ما ينفعش. تمام؟ ده عادي اوتبوت بقى ده. اللاتش نقطة تعويض، نقطة تعويض. نقطة مثلا. بالظبط. جاوبتك يا باشمهندس ولا لا؟ اللغات اللي عندكم ايه التانيه؟ اللغات ايه؟ الاف دي، الاف دي ممكن ستمنت ليست، ما هي الاف دي اللي هي بوابات. ستمنت ليست ابقى بكدب عليك لو اديها لك في الكورس ده، محتاجه ادي الكورس كمان مره في. بس ده ناس بقى ليها باسكال، اسمها باسكال، مش يعني حاجه اسمها باسكال دي. دي ممكن اخدها اسمها كورس عادي. اوكي، واضح الكلام دوت؟ ماشي. معلومه حضرتك، واخر تمرين هنعمله على السبوره والباقي هنقوم نجربه على البي ال سي. اوكي.
المعلومة ايه هي؟ جوه البي ال سي اللي بقول عليهم ده يسمع كلام اللي بره وده يعكس حالة اللي بره لما يكون اساسا ليه حاجة بره، يعني يكون اساسا اسمه ايه؟ اي فلان بوينت فلان، يعني انبوت. لكن نقطة زي كده دي نقطة سوفت وير، نقطة من ميركر دي سوفت وير، نقطة من تايمر سوفت وير، نقطة من كاونتر سوفت وير. ما تقولش زي اللي بره والعكس اللي بره، لان هي مش موجودة بره اساسا. يعني من الاخر دي افكر فيها قبل ما اعملها، الباقي زي ما كنت بتعمله في الكنترول اعمله في البي ال سي. يعني مثلا نقطه المساعده كانت اوبن ولا كلوز في الكنترول؟ يبقى هنا اوبن. نقطه الحمايات بتاعت الموتور اتجاهين كلوز ولا اوبن؟ يبقى هنا كلوز. لو بعد زمن التايمر هيشغل حاجه كانت النقطه تبقى ايه؟ اوبن، وبعد شويه تقفل يبقى هنا اوبن. كي اي حاجه غير الاي عاملها زي ما عملت الكنترول، عشان دي سوفت وير مش جايه من بره. تمام. الحاجه الثانيه اي كونتاكت بقى، سواء كان كونتاكت انبوت او كونتاكت سوفت وير من جوه، ينفع تكرره مليون مليار مليون مليار مره لغايه ما تتعب. كي يعني اي 0.1 ممكن اعمله 100 مره، اي 0.7 مليون مره، مليون مره مثلا 500,000 كلوز و500,000 اوبن زي ما انت عايز. تمام. الاوتبوت ما ينفعش يتكرر، ما ينفعش، لان هو حاجه واحده، هو الاوتبوت خارج واحد، فما ينفعش الاوتبوت تعمله مرتين. ما ينفعش تقول له مثلا كي 0.3 وتنسى وتعمل كي 0.3 ثاني، هو مش هيوافق. هو هيقولها لك ببساطه كده، بيقول لك اسمع كلام من فيهم، ما هو اما يشتغل اروح اكتب على الميموري انه اشتغل. طب في واحد طافي، اسمع كلام من فيهم، فعامل مشكله. ولا حتى التايمر يتكرر بنفس الاسم. يا ما هو يا اما ما كانش عملك تي 32 وتي 33 وتي 34، كان سماها اسم واحد وخلاص، صح؟ التايمرات نفس الكلام. اي من الاخر اي تيرمينال لاين، يعني اي حاجه بتترسم في اخر الخط ما ينفعش يكون موجود منها مرتين. لكن الكونتاكتس اللي موجوده في الاول في النص في التوازي ينفع تكررها زي ما انت عايز. تمام. لو كده اعمل التمرين ده، ده اخر تمرين، وبعد كده نقوم نجرب على البي ال سي. هو موتور اتجاهين، ستارت رايت يمين وستارت ليفت شمال، وكيو 0.2 وكيو 0.1 رايت وليفت. ايقاف اي 0.0 كلوز، تشغيل اي 0.1 اوبن، تشغيل اي 0.2 اوبن. اعمله برضه بالبي ال سي. في بس معلومه خد بالك، ما ينفعش في نفس الفرع يتحط اتنين خارج. البرنامج ده كام خارج؟ يبقى كم فرع؟ فرعين.